كتوجيه ديني للاهتمام بالأرامل. النقطة الثانية، المقاربة الثانية، الدعم النفسي للأرامل. حين يفقد أحد الزوجين شريك حياته فإن ذلك يترك ألماً وفراغاً كبيراً في نفسه، وتشتد هذه الحالة عند المرأة لمخزونها العاطفي الكبير وارتباطها النفسي العميق بزوجها واعتمادها عليه غالباً في تدبير مستلزمات حياتها وتحمله لمسؤولية رعاية الأبناء وإدارة شؤون المنزل. فحين تفقد زوجها تشعر بالوحشة والضياع والفراغ الكبير، وهي تحمل إلى جانب همها هم حزن أبنائها وأطفالها. كم هو صعب على الأرملة أن ترى أطفالها الصغار وهم يسألون عن أبيهم، وهم يطالبون بحضور أبيهم، هذا الحزن ينتقل إلى قلبها، يتعمق في نفسها. وهنا فالأرملة تحتاج إلى الدعم النفسي والتعاطف والمساندة ومساعدتها في تجاوز الصدمة والتغيير المؤلم في حياتها. لا بد من رفع معنويات الأرملة بتذكيرها بالثقة بالله تعالى والرضا بقضائه وقدره، واستنهاض ثقتها بنفسها وما تنطوي عليه شخصيتها من قدرات وطاقات، وتوجيهها للاهتمام بأبنائها والذين يمثلون الرصيد الأكبر لها في الدنيا والآخرة. ويذكر لنا التاريخ الماضي والواقع المعاصر أن عدداً من النساء الأرملات حينما اهتممن بأبنائهن صنعن من أبنائهن عظماء، فجرن طاقات أبنائهن، في بعض الأحيان حالة اليتم توجد حالة من التحدي، ينصب اهتمام الأم على الأبناء، ولذلك الأمهات يصنعن عظمة الأبناء في مثل هذه الحالات غالباً. شخصيات كثيرة في التاريخ، التاريخ الديني، التاريخ السياسي، التاريخ العلمي، لأشخاص، لأبناء كانوا أيتام فقدوا آباءهم لكن الأم كان لها دور كبير. بعض الأرملات تفجر طاقتها الفكرية الأدبية، تسعى في خدمة مجتمعها وبالتالي تحقق لنفسها ولذاتها المعنى الكبير في الدنيا والآخرة. هذا ما ينبغي أن تذكر به النساء الأرامل حتى لا يعشن حالة الحزن والفراغ والإحباط. وهناك حديث مثير ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يشيد بالمرأة الأرملة التي توظف وجودها في إعداد أبناء صالحين. هذا الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أول من يفتح له باب الجنة، نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني، أي حتى تدخل معي أو تدخل في أثري
فأقول لها: ما لك؟ من وين جاي أنت؟ ما رجاية تبغى تدخل ويا النبي في نفس الوقت للجنة؟ ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا وظفت حياتي في تربية أيتامي، فأنا مستحقة لكي أدخل الجنة معك يا رسول الله. الكلام ليست عن امرأة واحدة، الكلام عن هذه الشريحة، يعني أن هذه الشريحة مستحقة لكي تكون من أول الداخلين للجنة. هذا ما ينبغي أن يكون واضحاً عند من تبتلى